مسيرة صامتة، فالكلام ترك للشعارات، شعارات حملها صحفيون فلسطينيون يطالبون العالم بالتضامن معهم ضد ما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية. محركهم في ذلك كما أعلنوا هو حجم التضامن الكبير الذي حظي به الصحفيون الفرنسيون الذين قتلوا في الهجوم على صحيفة شارلي إبدو الذي أدانوه بشدة. بعد مقتل الصحفيين الفرنسيين وجدنا العالم كله يتحرك، ونحن نطالب أيضا بتحرك من أجل مقتل 17 صحفي فلسطيني. أيضا على العالم أن يتحرك، أن لا يتعامل بالزواجية، لا يتعامل، الحرية لكل الصحفيين، لا يحق لأي نظام في العالم أن يقوم بقتل الصحفيين بدون حساب. المسيرة اختارت مقر الأمم المتحدة في غزة وجهة لها، واستعرض الصحفيون حجم المخاطر والتحديات التي يعيشونها، ومن بينها وجود 20 صحفيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية لم يعرف بهم العالم. يعني وجه الخطورة أنه اليوم إسرائيل تشعر أنها مطلقة اليدين في التصرف بحق الصحفيين والتجاوز بحقهم دون موقف دولي. هذا الأمر أعتقد أنه يستدعي أن يتخذ المجتمع الدولي موقف واضح ومحدد مما يمارس الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأعوام الماضية. يتطلع الصحفيون الفلسطينيون إلى حملة تضامن دولية معهم لا تحمل صوتهم فحسب، بل تنقل أيضا معاناة عائلات زملائهم من ضحايا الحرب الإسرائيلية. تولين أبصرت النور قبل أيام قليلة يتيمة الأب، فهي ابنة الصحفي خالد حمد الذي قضى بنيران إسرائيلية خلال عمله في تغطية الحرب على غزة الصيف الماضي. ومع فرحة المولود الجديد تعيش العائلة وجع فقد ابنها. أنا بنكرش في نفس الوقت أنه في صحفيين أجانب متضامنين معنا، ويعني بيقفوا معنا وبيتضامنوا، يعني خصوصا في الحرب الأخيرة استشهد برضو صحفي إيطالي غير الصحفيين الفلسطينيين. أنا بتمنى أنه الإشي ما يكونش فردي، اللي بنشوفها اللي هي الوقفات التضامنية ما تكونش فردية، المجتمع الدولي يتحرك يخليها قضية رأي عام. كان خالد واحدا من 17 صحفيا قتلهم الجيش الإسرائيلي في 51 يوما من الحرب. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.